واحد بيقول هل من حقك عضو في كنيستي أن أعلن اعتراضي وأدافع عن بعض التصرفات التي يجمع الشعب على عدم قبولها تجاه راعي الكنيسة؟ يعني عايز تلخبط يعني ليه؟ إذا كنت أنت ليك رأي تتقدم للرئاسة الكنسية لهذا الكاهن وتقول أنا لي الرأي الفلاني وخلاص، لكن عايز تعترض يعني ايه؟ تقف في الكنيسة وتلخبط. وبعدين بيقول وحتى إن كان رأي أب اعترافي ينهاني عن فعل ذلك، يعني يخالف كمان كلام أب اعترافه ويشتغل ثوراجي ويفتكر إنه بينوب عن كل الشعب. مين قال لك إن كل الشعب بيجمع الكلام اللي في مخه ده؟ أنا فاكر زمان كان ساعات واحد يبعت في التلغراف يقول لي شعب البلد الفلانية يريد كذا، وهو مفيش حد بيريد غير هو صاحب التلغراف، لكن يفتكر ما دام هو يريد يبقى الشعب كله يريد. بيقول لأن أبوه الروحي على علاقة براعي الكنيسة، يعني بتتهم أب اعترافك أنا رأيي أن صاحب هذا السؤال يعاد النظر في قبوله في الكلية الإكليريكية. لازم ما عملتلوش اختبار شخص كويس، ما فيش اختبارات شخص كويس من ليلة، هذه عيبكم.